صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاسعار في استراليا، الاسعار في استراليا يا ادم، ورينا اسعار كل حاجه في استراليا. من حوالي سنتين كده كنت عملت فيديو عن اسعار كل حاجه هنا موجوده في استراليا، الاكل والشرب واللحوم وكل حاجه. الكلام ده طبعا كان قبل الكورونا وكان قبل التعويم وقبل الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا. الدنيا دلوقتي اختلفت تماما. النهارده بقى حابب اوريكم الاسعار بقت دلوقتي عامله ازاي في استراليا. انا دلوقتي هخش او رايح واحد من اكبر المحلات التجاريه هنا اللي زي مثلا كارفور والمحمل وهايبر ماركت كده عندنا في مصر، محل هنا من المحلات المشهوره جدا اسمه وولورز. خليني النهارده كده اخدكم معايا في جوله سريعه اوريكم اسعار كل حاجه هنا عامله ازاي دلوقتي، فيلا بينا. وولورز هو واحد من اكبر المحلات التجاريه اللي موجوده هنا في استراليا. عندنا هنا ثلاث محلات، في وولورز وفي الدي وفي كولز. الدي ارخصهم شويه بس مش بفروق كبيره، يعني الاسعار تقريبا واحده في الثلاثه لان الثلاثه بينافسوا بعض. بس وولورز واحد من اكبر المحلات التجاريه اللي موجوده هنا. هو عباره عن زي يعني في زي ساحه كبيره قوي كده ورايا، الساحه اللي فيها الفاكهه والخضار، وفي بقى حاجات هنا كده زي طبعا زي المحلات عندنا في مصر، مثلا ايلز كده بيسموهم هنا ايلز اللي هم الممرات، وكل ممر منهم بيبقى فيه حاجه، مثلا ممر للجبن والالبان، ممر للحلويات، ممر للشوفان، الحاجات اللي هي مشروبات الطاقه، الحاجات دي كلها. فخليني كده اوريكم اول حاجه. انا الصراحه مش عارف ابدا منين، بس خلينا نبدا بحاجه من الحاجات اللي انتوا يعني بتسالوا عنها كتير، اللحوم. اللحوم هنا اغلبها مش حلال، يعني كل البيف اللي موجود مش حلال. انا بس هوريكم الاسعار عشان المحلات اللي هي بتاعت الجزاره والحاجات دي ممكن تبقى الاسعار فيها اقل شويه، يعني بس تقريبا في نفس الرينج، مش حاجه كبيره. بس انا هوريكم الاسعار وهتبقى تقريبا هي الاسعار اللي انتوا هتجيبوا بيها من المحلات بتاعت الجزاره. الفراخ هنا فيه حلال بس ماركه واحده بس اسمها ليلي ديل، لو لقيتها هوريها لكم. بس اغلب الحاجات هنا في المحلات دي مش حلال، فانتوا لو عايزين اللحوم بالذات اللحوم ممكن تجيبوها من المحلات بتاعه الجزاره. المحلات الثلاثه دول بيبقوا عندهم زي لحوم وفاكهه وكده، او حاجات بيعملوها وشيبسي وكل حاجه بيعملوه بالبراند بتاعهم هم غير البراندات الثانيه. فمثلا حاجه زي كده، مثلا البراند ده كده، ده المعلمه دي علامه وولورز، فدي كده البراند اللي المحل بتاع وولورز هنا الماركت اللي انا فيه ده عامل ماركه لحمه او ماركه مثلا شيبسي او ماركه مشروبات باسمه هو، وبيبيعها باسعار ارخص. ولو انت عايزها بتروح بالسعر الارخص، بس مثلا مش هتلاقي نفس الجوده، يعني مثلا كوكولا هتلاقي ممكن هم عاملين كوكولا خاصه بيهم باسعار اقل شويه بس مش بنفس الجوده بس سعره قليل. اغلى حاجه هنا في الحاجات اللي هتشتروها السي فود، مثلا الفراخ سعرها هنا مناسب، اللحمه هنا سعرها كمان مناسب، لكن المشكله في السي فود السمك والسلمون والجمبري والحاجات دي اسعارها هنا تعتبر عاليه مقارنه بالحاجات الثانيه، مقارنه بباقي انواع اللحوم. اي حاجه باللوجو الاصفر ده دي كده حاجه عليها عروض مكتوب حتى هو سبيشال. ده الركن ده بتاع الباربيكيو، هتلاقيه في كل سيكشن كده. انت مثلا لو جيت بصيت هنا ده السجق، الباربيكيو، البرجر، الكباب. فمثلا اربع حتت برجر هتلاقيهم مثلا عاملين هنا بقول لك اي اثنين ب 15 دولار، والواحده منهم الواحده من دي كده كانت ب 9 دولار اهي، بعد كده بقت دلوقتي ب 8 دولار. الركن اللي ورايا ده الركن بتاع اللحوم، الفراخ واللحمه. فين الماركه اللي هنا برضو نفس الفكره؟ هتلاقي مثلا الفراخ هنا عليها برضو العلامه بتاعت وولورز، يبقى دي كده فراخ بس مش حلال، هتلاقي مكتوب اللي هو 100% معموله في استراليا. سعرها قد ايه؟ بيقول لك هنا اهو الكيلو سعر دي مثلا ب 16.39، وسعر الكيلو 11 دولار، فدي مثلا عشان هي كيلو ونص فهتبقى 16. فكيلو الفراخ يعني كيلو صدور الفراخ اللي هي البانيه اللي هي اللي متقطعه دي اللي هي الصدور، الكيلو بتاعها هنا ب 11 دولار. انا مش فاكر الصراحه الاسعار زمان كانت عامله ازاي، بس من اللي انا فاكره ان هي كانت تقريبا ب 10 زمان، فهي ممكن تبقى زادت مثلا دولار واحد. كل حاجه هنا اسعارها زادت الصراحه، الشيبسي، البيبسي، مشروبات الطاقه، كل الحاجات اللي هي الصغيره، حتى الحاجات اللي كانت مثلا ب 50 سنت بقت مثلا ب 70. والفراخ هنا هتلاقي منها كمان انواع، يعني مثلا هتلاقي الفراخ اللي هي الحته الكبيره، وهتلاقي اللي هي الحته المتقطعه صغير دي برضو هنا. هو بيقول لك اهو، عايز اشوف 500 جرام بكام، مش مكتوب عليه، ب 8 دولار بدل 9، فانت كده وفرت برضو 1 دولار. انا الصراحه ما اعرفش في الفراخ، يعني ما اعرفش الحاجات قوي، بس دي مثلا برضو وراك برضو فراخ اهو او متقطعه يعني، بس هنا الكيلو منها ب 13.50 مش زي الثانيه. هنا فيليه فراخ، فلاخ فريه او طاي فيليه اللي هي الرجول تقريبا بالدولار، او الكيلو بتاعها ب 13.50، فكده هي اغلى من البريست فيليه اللي هي الصدور.
فكده الصدور ب 11 دولار الكيلو، الوراك غالبا بس مخليه يعني ب 13 اهي ب 13.50. ده بالنسبه للفراخ. انا عايز بس اوريكم ماركه تانية مش بقى وولورز، عشان غالبا هتلاقي اسعارها اغلى من ماركه وولورز. مثلا دي ماركه تانية مش ماركه وولورز، دي كده فرخه كامله. ماكرو دي ماركه مشهوره قوي للي هي الحاجات بتاعه الاكل، فهتلاقي مثلا فرخه كامله اهي ب 8 دولار، فرخه كامله ب 8 دولار 18 سنت، فرخه كامله فري رينج اوسترين هول تشيكن، بس دي طبعا مش حلال. الفكرة ان انا مش لاقي الماركة، برضو نفس الفكرة لو انا حبيت اشوف اهي دي مثلا برضو ماركة بس مش بتاعت وولورز، نفس اللي هو الفيلي بتاع الرجول اللي هو المخلي تاي فيلي ب 16.50 او سوري ب 7 الكيلو منها ب 16.50. يعني هتلاقي ماركة وولورز هنا كانت ب 13.50 انما هنا هتلاقيها ب 16.50. هتلاقي دايما الاسعار بتاعت وولورز ارخص من اي ماركه تانية علشان يبيعوا. مفيش غير ماركه واحده بس للفراخ هنا حلال اللي هي ليلي ديل، بس مش دايما بلاقيها الصراحه. بس ده بالنسبه للفراخ. في برضو هنا بيبيعوا حاجه اسمها منس، يعني اللي هي الفراخ اللي بيقطعوها كده زي شرايح صغيره، الكيلو منها مش باين اي سعر الصراحه، بس مثلا اهي الكيلو منها اهي هو بيكتبوا هنا اهو كيلو منها ب 11 12 22 دولار للكيلو، كيلو منها ب 11 عشان سوري النص كيلو هنا دي كده نص كيلو ب 11 دولار. فنقدر نقول ان اسعار الفراخ هنا النص كيلو مثلا الفرخه كامله ممكن تجيبها مثلا ب 8 دولار مش موجود يعني، وتشويها انت بقى وتظبطها يعني متظبطه جاهزه بس على الشوي، ولكن مثلا البانيه والحاجات دي كلها الفيليه والحاجات دي ندول مثلا ما بين 10 مثلا ل 13 دولار الصدور والحاجات دي. زادت عن زمان ممكن تبقى مثلا دولار دولار ونص بالكتير، مش الزياده الرهيبه بس زادت. مفيش حاجه هنا اسعارها فضلت زي ما هي، كل حاجه هنا اسعارها زادت. طيب بالنسبه بقى للحمه، فهم هنا بيبيعوا اللحمه بتاعتنا اللي هي طبعا دي مش حلال عشان برضو مش فاهمين، مفيش ماركه اللحوم هنا حلال، الفراخ بس اللي ليها ماركه واحده اللي هي ليلي ديل، بس اللحوم كلها مش حلال للاسف. وهتلاقي كل حاجه بيقول لك اهو مثلا دي قد اللحمه دي قد ايه منها دهون وقد ايه منها لحمه، يعني لحمه نفسها يعني، والكيلو اللحمه اللي هي المنس دي اللي هي المفرومه دي الكيلو منها هنا ب 16 ب 16 دولار. هي كانت عليها دي ب 16 دولار الواحده، يعني كده كيلو اللحمه كيلو اللحمه المبشوره دي ب 16 دولار. اسعار في الجزاره ممكن تبقى هي او ارخص سيكه، بس مش تالي مش هتبقى اغلى يعني. نفس الكلام هنا بس عن ماركات مختلفة، دي برضو نفس الفكرة الماركة بتاعت وولورز، انما دي الماركة مثلا ماركة تانية اهي، هنا مثلا هتلاقي كيلو منها ب 16، هنا غالبا هتلاقي كيلو منها اغلى. شايفوا هنا مثلا نص كيلو منها ب 9، يعني الكيلو منها مثلا ب 18 فاهم، هنا الكيلو منها ب 18 انما هنا الكيلو منها ب 16. فبرضو الماركات بتاعت وولورز دي هتلاقيها ارخص، هنا برضو بيعملوا عروض 10.5، يبقى نص كيلو اللحمه المفرومه هنا ب 10.5 دولار. غير بقى اللحمه المفرومه دي، في بقى اللي هي اللحمه الفيليه والحاجات دي، خليني اوريها لكم برضو. هنا مثلا ده اهو دي لحمه متقشره دايست بيف، نفس الفكره ب 11 دولار نص كيلو اهي، دي كده ب 11 دولار. فبرضو نفس الفكره زي الفراخ، نص كيلو اللحمه حوالي ما بين 10 مثلا و 13 دولار. نفس الفكره الحاجات اللي هي اللحمه بتاعت الشاوي برضو اهي، دي كلها على بعضها كاب 8 كيلو ب 8 دولار. بس دي كده كانت بالنسبه للحمه وبالنسبه كمان للفراخ. خليني اوريكم سريعا كده بقى اسعار الخضار والفاكهه. قبل ما اروح كده للخضار والفاكهه، في ركن بتاع السي فود عشان بس تصدقوا اسعار السي فود هنا عامله ازاي. فمثلا الجمبري او السلمون مثلا، فين الجمبري؟ الجمبري اغلى حاجه هنا للاسف، اغلى حاجه. اتكلم في ثلاثينات وحاجات كده غريبه. فمثلا اهو ادي برضو نفس الفكرة، عاملين ماركة بتاعتهم برضو بتاعت وولورز، كيلو الجمبري ب 34 دولار، بعد كده بقى 26 28 و 29 دولار. فالجمبري هنا يعتبر غالي. نفس الفكرة بالنسبة للسلمون اهو، سلمون بورشنز قطع السلمون الكيلو منها ب 29 دولار، يعتبر غالي يعني. شوف كيلو اللحمة مثلا ممكن بنتكلم في 13 14 دولار، هنا كيلو السلمون ب 30 دولار، يعني تقريبا ضعف.
نفس الفكرة هنا برضو، هتلاقي كله بنتكلم في الثلاثينات في العشرين نص، يعني أرقام تعتبر عالية الموست اللي هي المحار والحاجات دي. فالسي فود هنا غالي غالي غالي، أغلى كتير من الحاجة. هو نفس الفكرة برضو، أتلانتيك سالمون، سالمون الكيلو منه ب$32 تقريبا، سعر يعني ضعف السعر بتاع اللحمة والفراخ. نفس الفكرة هنا برضو، بس أسعار تعتبر أرخص شوية يعني، وبيبقى وكميات أقل. فهتلاقي برضو السلمون هنا مثلا حتتين مثلا ربع كيلو تقريبا ب$12. نفس الفكرة هنا، ده السلمون. الجمبري برضو نفس الفكرة، نص الكيلو ب$16، $33 اللي هو الطاجن. بس هنا دي الفكرة بقى، الجمبري هنا جمبري يعني، مش الحاجات اللي هي لأي كلام. لا بص حجم الجمبري قد ايه. في حاجة بقى خدت بالي منها، انت بجانب الـ يعني بجانب الـ الـ الأماكن اللي هي حاطينها لك ورايا دي اللي فيها اللحمة والفراخ، انت ممكن بقى انت ما تبقاش عايز الحاجات دي، عايز مثلا حاجة فريش. ففي جزء كده هنا يعني بيسموه الدالي. الدالي ده بيقوم مقسمينه مثلا لحمة وفراخ وسيفود، ما بتشتريش بقى الحاجات اللي انت بتجيبها من ورايا دي، لا بتبقى عايز حاجات انت فريش. فبتلاقي مثلا ورايا هو مثلا واحد واقف بيقطع للناس على حسب اللي هي عايزاه. بص مثلا دي كلها بقى مفروض حاجات فريش، انت ممكن تشتري الحاجات المعلبة دي من هنا او من هناك، او ممكن تجيبها بقى من هنا. ادي الفراخ او السمك اهو، سمك الفليه، الجمبري، السلمون، كل حاجة وبنفس الاسعار تقريبا. بس هنا ممكن ده برودكت في تايلاند فاسعاره تعتبر ارخص شوية. ونفس الفراخ، نفس الموضوع للفراخ، نفس الموضوع للفراخ او برضه نفس اللي انت هتلاقيه هناك، بس هنا دول المفروض حاجات فريش. فانت ممكن تقول لهم على اللي انت عايزه وهم هيجيبوها لك. انت بتقول لهم انت عايز ايه وهم بيجيبوه لك. الكلام ده بيبقى في الركن اللي ورايا اللي هو الركن اللي اسمه الدالي، لحمه وفراخ وسي فود، والحاجه كلها بتبقى فريش واسعارها تقريبا بتبقى هي نفس الحاجات اللي متعلبه يعني، مش فرق كبير. الجزء بقى اللي ورايا ده برده هتلاقي هنا اهو جزء تاني للبيكري، الحاجات اللي هي المخبوزات، وبرده ممكن تلاقي حد هنا يساعدك لو انت عايز اي مساعده. وده الجزء بتاع الفراخ الفاكهه والخضار. خليني كده اوريكم الاسعار هنا عامله ازاي سريعا. برضو هنا الفراخ الووتر ميلون اللي هو البطيخ، احلى حاجه هنا في البلد دي الصراحه، من الحاجات الحلوه قوي يعني، انت مفيش مواسم يعني، ممكن تلاقي المانجا في الشتاء، ممكن تلاقي البطيخ في الشتاء يعني، حاجات الشتاء هتلاقيها في الصيف، وحاجات الصيف ممكن تلاقيها في الشتاء عادي جدا، لان هم بيستوردوا كتير وبيزرعوا في صوب كتير. بس بيني وبينكم يعني الاكل هنا مش يعني الفاكهه هنا مش بنفس الطعم بتاع الحاجات اللي هي المزروعه صح يعني، ان هم بيزرعوا هنا في سوا فالطعم بيبقاش هو هو. بس مثلا احنا في عز الشتاء اهو في شهر 8 وفي بطيخ عادي جدا يعني. فمثلا هتلاقي كيلو البطيخ دلوقتي ب 92، ده يعتبر معقول، كان اغلى من كده قبل كده يعني. كيلو البطيخ هنا ب$2.90، وده الميلون روك ميلون اللي هو الكانتالوب تقريبا، كانتالوب تقريبا ميلون روك ميلون الواحدة ب$95. ده التفاح، التفاح في منه أنواع كتيرة قوي هنا، في مثلا وليكن 96 أبل كينزي لارج، بس دي مش من الأنواع الكتيرة اللي أنا بجيبها يعني. أنا لو بجيب اللي هي فين اللي أنا بجيبه، أهي رويال جالا، دي يعتبر كويسة وتعتبر رخيصة، بس هي مش رخيصة خالص دلوقتي. التفاح هنا أهو ب$6.50، ونفس الموضوع الأبل جراني سميث اللي هو التفاح الأخضر ب$4.50، يعتبر رخيص. اي حاجه هنا هتلاقي عليها اللوجو الاصفر ده ومكتوب عليها سبيشال، اعرف ان دي كده عليها عرض. وبرده الابل بينك ليدي، دول اشهر يعني، مش اشهر ماركتين، دول بتوع الناس اللي هي يعني اللي هو طعمهم كويس وفي نفس الوقت سعرهم مقبول. الابل بينك ليدي سعرها $5.90 نفس التفاح، وفي الابل رويال جالا $6.50. وال البير اللي هي الكوميترا الكيلو منها ب$2.90 وبرضه عليها عرض. انت لو في اي حاجه من الفاكهه على جباك وهي مش موجوده في كيس لوحدها يعني، مش متعلبه مثلا زي الليمون هنا كده تمام، فانت ممكن بتجيب اللي هو الكيس الاخضر دوت، مفيش اي مكان في كيس اخضر اهو، الكيس الاخضر اللي هنا ده بتجيبه كده وتشده وتقطعه، وبعد كده تحط فيه اي حاجه بقى انت عايزها. وطول ما انت ماشي هتلاقي برضو حاجات متعلبه، لو انت عايز تحط اي حاجه لو انت اوريدي عايز تاخد حاجه مثلا، اهي دول كده على بعض مثلا الثلاث تفاحات دول، خمس تفاحات صغيرين ب$3.50. الموز يعتبر هنا برضو بسعره يعتبر غالي مش رخيص. الموز هنا في بقى حاجات اللي هي الاورجانيك مثلا بنانا ريد تيبت اللي هي ديت، دول مثلا كده دول ب$5.90. ستالي الافرج بتاع الموز هنا
الافريج بتاعه مثلا كان تقريبا 4 دولار ولا حاجه. اهو الموز الكيلو منه ب 4.50 دولار. اهم حاجه بقى تاخد بالك منها ان هنا سعر الحاجات اللي سعرها زادت دي او الاسعار دي كلها المتوسط بتاع، عشان تبقى عارف انت يعني تقعد تحسب حسبتك، متوسط الاجر اللي انت هتاخده هنا في الساعه شغل بتتكلم مثلا من 18 ل 21 دولار تقريبا، ده بعد الضرايب، من 18 ل 21 دولار. فانت يعني احسب حسبتك كده، مثلا انت مثلا بتشتغل وليكن مثلا 6 ل 8 ساعات هتعمل في اليوم كذا، لو بتاخد على الساعه مثلا 18 دولار فانت في اليوم هتعمل كذا، في 5 ايام، في كذا اسبوع، هتقدر تعرف في الشهر انت ممكن تعمل كام، وعلى اساسه بقى تحسب انت هتعرف تعيش هنا ازاي. بس الاكل والشرب هنا يعتبر كويس جدا، لو انت بتشتغل اي حاجه هتعرف تفتح بيت هنا وهتعرف تعمل كل حاجه، ما تقلقش. الاكل والشرب هنا ما تحملش همه خالص، اغلى حاجه هنا ممكن تقلق بسببها هي الايجار، لكن الاكل والشرب عادي اي حد ممكن يجيب الحاجات دي اللي انا بقولها دي كلها. حاجه تاني البومن جريت اللي هو الرمان، الواحده منه اي اي دي يعني ايتش 4 بير اي اي يعني 4 ايتش، يبقى دي 4 دولار. نفس الكلام هنا، ده الكيوي، الكيوي يعتبر اصلا فاكهه غاليه يعني، فاكهه ال برضو 97 الكيلو، وامبورتد يعني هي ما جايبينها يعني مستوردينها. وبعد كده الماندرين اليوستفندي الكيلو منه بتلاتة ونص، ونفس الموضوع التانجلو منيولو ده حاجة زي البرتقان كده ب4.90 دولار، بس البرتقان الأساسي هنا أو ده البرتقان أورنج نيفل لوز ده اللي أنا كنت بجيبه يعني، برضو الدولار الاتنين الكيلو منه ب2.50 دولار، نفس الموضوع برضو عليه عرض. هتلاقينا بقى انواع كتيره قوي، ماردو ماندرين تاني 93 الكيلو بتاع اليوستفندي، ليمون لوس، الليمونه هنا عامله ازاي، ليمونه هنا الكيلو منها ب97، وبرده برتقان تاني، وادي الموز. وعاملين حاجه حلوه قوي في الموز، كاتب لك اعرف الموزه بتاعتك، يعني مثلا لو هي خضره يبقى قدامها قد ايه عشان تتاكل، لو هي صفره تتاكل بعد قد ايه، لو هي مش عارف كذا تتعمل ليها باربيكيو، لو هي معموله خالص كده يبقى ممكن تخبز بيها. برضو بالنسبه بقى للحاجات التانية، التوت هنا الباكج كلها يعني دي كلها كده الباكج بتاعت التوت ب4 دولار. ايه تاني، ده ركن كده هم عاملينه سريعا للحلويات والمافنز والحاجات دي كلها، والكيكس المخبوزات، كل حاجه ممكن عايز تجيبها هتجيبها من هنا، يعني كيك اهو، كيك وتورت وكل حاجة انت ممكن تحتاجها. نفس الموضوع برضو الفراولة، باكت الفراولة كلها على بعض ب3.50 دولار. الفيجيتابلز الخضار، خليني اوريكم كده كم حاجة سريعا، مثلا الكوسة بتاعتنا، فين الكوسة بتاعتنا، وده اللي هو البتنجان ايج بلانت الكيلو منه ب9.90 دولار، الكاروت اللي هو الجزر الكيلو منه ب2.50 دولار، الزوكيني اللي هي الكوسة ب4.50 دولار. الخضر هنا اسعاره حلوة مش غالي، يعني الفاكهة يعتبر اسعارها اغلى من الخضار حتى. الخس والحاجات اللي هي لازم تبقى فريش دي بيعملوها زي نظام تهوية كده هنا، هتلاقي كل حاجة ليها ركن، ده ركن الفيجيتابلز. وبعد كده ركن الاورجانيك، الحاجات للاورجانيك اللي طبعا هتبقى اغلى سيكا يعني. نفس الموضوع هنا، برضو هم عاملين هنا الحاجات اللي هي معلبينها، يعني هم حاطين هنا التفاح مثلا، هنا برضو حاطينه الخمس تفاحات دول ب95، ولو انت عايز تجيب حاجات تانية براحتك. برضو هنا الباينابل اللي هو الاناناس الواحده ب95، يعني دي كده الواحده ب95. وايه تاني، بالمر ده الحاجات الاساسيه لكل بيت دي، كوكامبر لبنيز ده اللي هو الخيار اللبناني 97، الطماطم الكيلو منها التوماتو جورميت اللي هنا 93 كيلو الطماطم، والافوكادو كده يعتبر اصلا مش غالي، بس مثلا الباكت دي كلها كده خمسه منها ب56. بعد كده اللي هو الفلفل الرومي، الثلاثة دول على بعض كده كابسيكوم جرين، ولكن الواحد من دو يعني الكيلو من يعني هم عندهم الفلفل ثلاث أنواع، أخضر وأصفر وأحمر، اليلو أغلاهم 95، الجرين اللي هو الأخضر والأحمر الكيلو منهم ب93. تمام كده، أنا مش عارف الصراحة دي كلها بكام، مش مكتوب، بس دول كده ثلاثة ممكن تجيبهم مع بعض مثلا، بس مش شايف الصراحة أسعارهم قد إيه.
بس ده كده بالنسبة للفلفل والطماطم والجزر. دي غالبا القتة، دي القتة دي صح؟ دي ب92 كونتيننتال. التراست توميرو دي يعتبر اغلى شوية من الطماطم العادية، دي كيلو منها ب96، انما الطماطم العادية ب93 برضو. هنا هم عاملين نفس الحركة دي، مع حاطين شوية طماطم لوحدها يعني مع اللي بينهم كلهم كده، وكيلو منها ب93 نفس الفكرة. هنا دي بقى اللي هي التراست توميرو، دي الطماطم اللي هي المسكرة، كوكتيل ب54، وعاملين لك ركن هنا برضو لو انت حابب انت تشتري. ايه تاني؟ البطاطا، البطاطا هنا كذا نوع، انواع كتيرة قوي. والبوتيتو سويت جول ب52 برضو نفس الحركة. اي حاجة هما بيبيعوها بيبيعوها لوحدها كده فرط او بيحطوها في اكياس كده ويبيعوها بقى زي باكتش كده على بعضها. دي مثلا هو كيلو بطاطس معمولة ومغسولة، 2 كيلو او بطاطو وايت ووشت، بريتو بطاطس بيضة مغسولة، ال2 كيلو ب57. وبرضو هتلاقي الماركة بتاعت وولورس اللي هما بيبيعوا بيها الحاجة باسعار ارخص. وهتلاقي طبعا ماركات تانية لو انت عاوز يعني، بس هنا برضو نفس الفكرة. كيلو البطاطس ده مثلا، او لا سوري 4 كيلو، ده 4 كيلو بطاطس بماركة وولورس دي، بس هنا مش مغسولين بقى يعني. هتلاقي بص منظره عامل ازاي، مش مغسولين، بكام؟ ب$7. 4 كيلو بطاطس ب$7 بس مش مغسولة، لكن لو مغسولة ووش هتبقى ب$9 اللي هي ديت، اللي هي الانضف شوية كده. من سنتين لما انا عملت الفيديو بتاع زمان ده، كان هما بيبيعوا فرخة كاملة بتاعتهم كانت ب$10 محشية وجاهزة للأكل. خلي بقى اشوف دلوقتي بقت بكام. زمان كانت ب$10، دلوقتي بقت ب$12. ايه مكتوب اهو، غليت $2 عن سنتين، من سنتين فاتوا. خليني كده اوريها لكم، بصوا المنظر اهي، جوسي اند تندر، الفرخة الكاملة اهي. لو انا مثلا مسكتها كده هنا، الفرخة الكاملة زمان كانت ب$10، دلوقتي بقت ب$12، يعني غليت $2، يعني غليت تقريبا كام؟ $2 يعني كام؟ مش عارف، 10% تقريبا من زمان يعني، من 10. فيعتبر غليت برضه. في عايز ارجع اوريكم البصل، بس قبل ما ارجع خلينا اوريكم السلع الاستفزازية اللي احنا بنسميها كده عندنا في مصر، الحاجات بقى اللي هي بتاعت الطبقة الراقية. هنا مثلا البستاشيو، الفستق، البستاشيوز بكام؟ ب$9. عين الجمل ب$12.50 الكيلو، ده كده ب$12.50، ده غالبا نص كيلو عين جمل ب$12.50، الكيلو منه ب$25. غالي على فكرة الحاجات دي هنا برضو، مش يعني يعتبر غالية. الكاجو اللي تبان معرفش في مصر بقى سعره كام دلوقتي، اكتبوا لي تحت. بس الكاجو 400 جرام منه $9، الكيلو ب$22. برضو نفس الموضوع، المكداميا دي انا معرفش صراحة ايه بالعربي يعني، بس برضو 15.40، ولو عليها عسل هتبقى ب$19 الواحدة، بر 47 الكيلو. فدي كلها اللي هي المكسرات اللي هنا، اللوز روستد وسولتد يعني عليه يعني ملح يعني، برضو نفس الفكرة. كام؟ ب$13 الكيس ده، يعني الكيس ده كله كده ب$13، الكيلو منه ب$17.33. فده كده كان الركن بتاع النتس اللي هي المكسرات. البصل اهو، اونيون براون، ال2 كيلو بصل ب$4، الباكت دي كلها على بعضها كده 2 كيلو ب$4. وده البصل، البصل بقى اللي هو الفرط اللي هو لوحده ب$4.40 الكيلو بتاعه اللي هو دوت الاحمر، واللي هو التاني دوت البراون اللي هو البني ب$3.70. فده كده بالنسبة للبصل. التوم، مش ده توم تقريبا، لا ده اونيون، ده البصل الابيض، انا اسف، ب$5.50. التوم يعتبر هنا 27 كيلو، بس الواحد طبعا خفيفة يعني. والبوتيتو اللي هي البطاطس 93. طيب انا كده خلصت الخضار والفاكهة واللحوم والسمك وكل حاجة، فاضل بقى اوريكم سريعا الممرات. ورايا كده هتلاقوا كل حاجة يعني، في زي ممرات كده زي ما انا قلت لكم في الاول، وكل ممر هتلاقي فيه مثلا حاجة او اللوجو اللي هو الحاجة اللي جواه الحاجة دي. يعني مثلا اهو في ممر رقم 1، الممر اللي ورايا ده هتلاقي مثلا اهو مكتوب الفيتامينات والهيلث فود اللي هو الاكل الصحي، والبريد العيش، والموستي بار اللي هي الحاجات اللي هي الحاجات بتاعت الطاقة وكده يعني، لا موزدي بار اللي هو الحاجات اللي هي البراد بتاعت الشوفان وكده، والسبريدز اللي هي مثلا الحاجات اللي هي بتتحط على العيش زي المربى والحاجات دي، والبريد اللي هو العيش نفسه. فكل ممر مثلا غالبا بيبقوا مثلا من 8 ل 10 او 12 هتلاقي حاجه،
وهتلاقي مكتوب يعني فوق ايه الحاجه دي, بحيث تعرف وانت داخل الممر ده ايه اللي انت المفروض تجيبه. يعني مثلا لو انت عايز عيش فانت خلاص كده عارف ان هو مثلا في ممر واحد, ولكن مثلا الشيبسي ممر 4 وهكذا. فمثلا كده اللي هو العيش بتاع التوست, طبعا هتلاقي بقى الابيض والبني برده الماركه بتاعت وولورز دي. لو انت عايز ارخص حاجه خلاص يبقى خش هات الماركه دي من غير ما تبص على اي حاجه تانية, لان هي غالبا هتبقى هي ارخص حاجه. بس غالبا الاسعار يعني لو انا فاكر كده الاسعار هنا مثلا وليكن وولورز ده كانت ب 350, فالهول ميل ساندويتش فايبر يعني ده كده على بعضه كل العيش التوست ده كده على بعضه ب $3.50. انا الصراحه بالنسبه للعيش ما كنتش بدور قبل كده او بعرف يعني اذا كان حلال ولا لا, يعني ما كنتش بدور الصراحه جامد. بس خدت بالي دلوقتي من حاجه وانا بدور, ان انا دايما كنت بجيب ده, يعني اغلب الوقت كنت بجيب العيش ده اللي هو بالماركه بتاعت هيلجا دي. بس خدت بالي هنا من حاجه, ان هو كاتب هنا الكلمه دي انا اول مره اخد بالي منها الصراحه. يعني كاتب هو الواحد مثلا من ده الباكت من ده كده ب $7, بس كاتب هنا اهو حلال, فالعيش ده حلال. انا ما كنتش بدور الصراحه في العيش عشان ان هو ده مش لحمه مثلا, فاكيد ان هو حلال. بس بما ان هم كاتبين, وطبعا في حاجات بقى اللي هي الجلوتين فري والحاجات دي, بص هتلاقي هنا مثلا حلال مكتوبة تحت هنا برضو, فدي حاجة كويسة لو انت مثلا بتدقق في الحاجات دي. يعني انا الصراحة اول مرة اخد بالي, بعد كده هحاول ادور في العيش, لكن قبل كده ما كنتش بدور. فده بالنسبة هو للعيش. نتكلم مثلا ان التوست اللي هو الباكج بتاعت التوست دي كلها, العيش بتاع التوست ده كله ب $4.40. دي الماركة اللي انا كنت لسه بتكلم عنها, هيلجا اللي انا كنت بجيبها برضو ب 94, في مثلا 40 سنت فرق. فانت بتشوف بقى انت عاوز ايه, عايز عيش بني, عايز عيش ابيض. ده العيش اللي هو اللبناني اللي هو بتاع السوفت راب, اللي هو العيش اللي هو التورتيلا والحاجات دي. لو انت عاوز برضو $3-5 مثلا الافريج بتاعه. وده سبريدز اللي هي الحاجات اللي بتحط على العيش, هتلاقي بقى مثلا زبده الفول السوداني 6.90. انا دايما كنت بجيب ديت الصراحه اللي هي بيكس ديت, سعراتها كويسه وتعتبر رخيصه وطعمها حلو جدا. كانت ب $7 زمان, دلوقتي كانت ب 7.50 57, دلوقتي بقت عليها 20% خصم بقت ب $6, فدي حاجه كويسه. برضو في ماركات تانيه, دي بالنسبه لزبده الفول السوداني والمربات والحاجات دي. المربات مثلا هتلاقوا المربى ب 4.30. اكتر حاجه بقى الصراحه يعني مش عارف, يعني عايز اقول جربوها بس ما تجربوهاش, يعني ما تجربوهاش البتاع ده, ما تجربوش البتاع ده يا جماعه بجد والله مهما سمعتوا عنه. دي الاكله الاستراليه, يعني لو انت سالت اي حد كده هنا ايه الاكله الاستراليه في استراليا, كل بلد عندها الاكله بتاعتها, انما استراليا للاسف ما عندهاش غير البتاع ده. ده حاجه كده معموله من الخميره وطعمها وحش جدا جدا جدا, مملحه كده وشكلها اسود, يعني ما اعرفش بيستحملوها ازاي. جربتها بكل الوصفات, جربت كل حاجه وما قدرتش الصراحه ان انا اعملها. وعملت حتى فيديو قبل كده, بس غالبا كل اللي صورت معاهم كانوا استراليين وتحديتهم انهم ياكلوا البتاع ده, وللاسف انا خسرت التحدي ودفعت لهم الفلوس يعني. بس الفيجيمايت ده اشهر اكله استراليه هنا, هو بتاع حاجه زي المربى كده بتحط على العيش. والسعر بتاعه ده المربى اهو اللي هو دوت, ده الفيجيمايت السعر بتاعه 37, يعني الواحده منهم هو يقول لك 100 جرام بكذا, بس الباكت ده كده او البتاع ده يعني لو انت عايز تجيبه وراني ما انصحكش يعني ب $7.30. بس ده كده كان فيجيمايت. وبعد كده بقى الحاجات اللي هي البروتين اللي هو الموست دوت اللي هو كان بيتكلم عنه, اللي هي الحاجات اللي هي بالشوفان ديت, هتلاقي مثلا 6-4 الحاجات دي كلها اهو. دي اللي هي البروتين بارز $3.50 $4.50 الحاجات دي كلها. هحاول على قد ما اقدر ما اطولش الفيديو, فهوريكم بس الممرات او الحاجات اللي انتوا هتحتاجوها او الحاجات اللي انتوا ممكن تجيبوها. يعني حاجه تانية برضو الكوكاكولا الباكج كلها بقى, اللي هي مثلا دول غالبا فيهم 30 علبه, ال 30 علبه دول ب $24.35 وعليهم خصم 40%. في كل ممر هتلاقي حاجات عليها عرض, يعني وانت داخل كده كل ممر هتلاقي كل ممر عليه حاجات كده هم عارضينها وحاطين عليها الاسعار اللي بالاصفر دي. الممر الثاني اكتب لك اهو فوق, السيريال والكوفي والقهوه والميلك والاوتس والجوس العصاير. فادي القهوه سريعا كده, القهوه دي مثلا بنص السعر, نسكافيه بلند كانت ب 10 غالبا كانت ب $11 ولا حاجه, دلوقتي بقت ب 5.57. فدي القهوه, كل ده كده القهوه نفس الفكره ب $5. موكونا دي اغلى سيكا ب $11.50 العلبه ديت.
فده بالنسبه للقهوه اغلى حاجه بقى اللي هي الكبيره خالص ب 18. كل ما الحجم كبر الخصم بيبقى اكبر لان هو بيشجعوا الناس تشتري الحاجات دي. بعد كده بقى اللي هو السيريال اللي هو الكوكو بابس وحاجه بتاعت الاطفال ديت. العلبه دي كلها ب $5.50 برضو عليها $20 اوف. والقهوه بقى اللي هي الكبسولات بتاعت ستاربكس والحاجات دي كلها حتى كاتب لك اهو فوق prices dropped for winter، يعني الاسعار قللناها او قلت علشان الشتاء عشان يشجعوا الناس تشتري اكتر. يعني نفس الموضوع الاوتس اللي هي الكريسب $6. انت في كل ممر، الممر انت عارف وانت داخل هتلاقي ايه جوه، بس هو بيقسمه لك برضه، بيقسم لك الممر ده زي سكاشن كده. فهتلاقي مثلا في كل سكشن هنا مثلا مكتوب سكشن السيريال، قدام شويه كان في سكشن مش عارف بريكفاست. هنا مثلا يعني انت مثلا عندك الممر فيه مثلا 8 حاجات او 6 حاجات، هتلاقي مثلا هنا كاتب لي اهو موستلي، فانا كده عارف ان الممر ده هلاقي فيه مثلا الست حاجات دول، وكل سكشن هو مقسمه لك بقى فين مثلا الحاجه من السته دول هو مقسمها لك. برضو للناس اللي بتحب اللبن اللي هو بقى اللبن مش ال اهو اللبن بكل حاجه هنا هم عاملينه. طيب اللبن هنا ادي مثلا اللبن الفول كريم ب $2. اللبن هنا يعتبر رخيص $2.20. العلبه دي كلها اللي هو اللتر الكامل. برضو هتلاقي هنا كذا حاجه، هتلاقي كل انواع اللبن اللي انت ممكن تحلم بيها. يعني هتلاقي لبن الفول كريم اللي هو كامل الدسم، واكسترا مش عارف لايت اللي هو ما فيهوش فاتس كتيره. وهتلاقي هنا مثلا اللايت اللي هو فيه 2% بس فات، وده 99 مش عارف فري. هنا مثلا ب 22 وفي الابر ما هتلاقي قليله قوي. ولو انت من الناس اللي ما بتحبش اللبن بتاع البقر وكده، هتلاقي هنا اللبن بتاع الاوتس اللي هو اللبن بتاع الشوفان، برضو نفس الفكره، بس انا هتلاقيه ممكن يبقى اغلى سيكا. انا فين الماركه اللي انا كنت بجيبها؟ في ماركه انا كنت بجيبها بس مش لاقيها اهي. دي اللي انا كنت بجيبها دي، يا لهوي ده غلي. ده كنت بجيبه عشان كانوا بيكتبوا هنا 40 كالوري لكل سيرفي، لو انت شايفينها 40 كالوري هنا اهي. وده 1 لتر كان بدولارين. البتاع ده اللبن ده كان بدولارين، دلوقتي بقى ب 3.30. ده غلي غلي، كل حاجه غليت. وبرده نفس الفكره لو جيت مثلا بصيت هنا اهو ان سويتن، يعني معلوش اي حاجه مسكره، الواحد منه ب 3.30. بصوا بقى نفس اللتر بنفس كل حاجه، الموند ميلك هي الموند ان سويتند. ده بكام؟ 3.30. ده بكام؟ $2. ليه؟ علشان ده عليه الماركة بتاعت وولورس عشان يبيع. كل حاجة هنا هتلاقي الماركة بتاعت وولورس لازم تبقى أرخص، فأنت ممكن تخش تكتب اللي أنت عايزه في ورقة وتخش تجيب كل حاجة من ماركة وولورس وتخرج، أكيد هتبقى واخد أحسن سعر. بالنسبة بقى للشوفان للناس الحبايبي اللي هم بيحبوا الدايت وبياكلوا هيلسي والكلام ده، الشوفان مش عارف الساعة بتاعي رخص. رخص، كان كنت أجيبه بأربعة وحاجة، دلوقتي بقى بأربعة بس. ده انكل توبي اشهر ماركه شوفان هنا، وبقى فيها تلاقي مثلا حاجات تانية بقى، ماركات تانية وكده، ممكن تجيب بقى الحاجات اللي هي بحاجه كبيره زي كده مثلا. بس ده الشوفان مثلا بتتكلم في $4 ولا حاجه. وبعد كده بقى بالنسبه للعصاير برضو هنا، بالنسبه لللبن هتلاقي كل حاجه، الصوي ميلك هتلاقيه، الالموند ميلك هتلاقيه، كنت شفت من فتره كاشو ميلك، يعني لبن كاجو، معرفش الصراحه ايه لبن الكاجو ده يعني، بس كنت شفته هنا بس مش لاقيه دلوقتي. اهو كاشو ميلك، لبن الكاجو معرفش ازاي، بيستاشيو ميلك. بيستاشيو ميلك، ازاي الفستق يتعمل منه لبن؟ ازاي؟ حرام عليك. بالنسبه بقى للعصاير نفس الفكره برضو، $4 دي كلها كده، 2 لتر $4. ونفس الفكره برضو، اورنج $4، باينابل $4. ده بالنسبة لي الحاجات بتاعت الأطفال دي اللي هم اللي هو اللبن بتاع زي فراجيل والحاجات دي كده، اللبن بالفراولة، لبن بالشوكولاتة، الباكج دي كلها مثلا كده فيها كام؟ فيها حوالي 6. الستة دول 94. أوه الحاجة دي ما كانتش موجودة زمان، ما كانوش بيعملوا الموضوع ده، كاتبين عليها ايه إذا كانت حلال ولا لأ. أول مرة أخد بالي يعني، حتى اللبن والحاجات دي أول مرة. دول كده ب 94 ومهتمين لدرجة ان هم حطوا العلامة دي، انا اول مرة اخد بالي، معرفش كانت موجودة زمان ولا لأ. بس زمان لأ، ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانوش بيحطوا الحاجات دي زمان. مشروبات بتاعت الطاقة هتلاقي انا كاتب لك اهو، المية والشيبس اللي هو البطاطس، السوفت درينكس والانرجي درينكس والميكسرز. خليني كده هنا المية، انت ممكن هنا تشرب المية على فكرة عادي، يعني ما فيش مشاكل فيها قوي، يعني احنا بنشرب مية مصر.
بس لو انت ساكن في مكان والميه مش كويسه هم عاملين لك هنا ازايز ميه، هو لو انت يعني عاوز تشتري ميه دي اللي هي مشروبات الطاقه الريد بول والحاجات ديت، لو انت يعني بتحبوا الحاجات دي بنتكلم مثلا 2 دولار 3 دولار ريد بول. ريد بول الواحده منه مثلا بحوالي 3 دولار، وكل حاجه بقى اللي هو الشوجر فري الزيرو شوجر. وبالنسبه للشيبسي بقى للناس الحبايب اللي بتحب الشيبسي ده مثلا الدريتوس دوت بيعملوا عروض، وقال لك مثلا اي 2 هنا ب 8 دولار كل حاجه بقى. هنا مفيش يعني ده الدوريتوس بتاعنا، انا عايز اوريكم الواحد بكام برضو، عاملين عليه عرض كل 2 ب 8. طب انا عايز اشتري واحد بس يعني مش عايز 2 ب 8. هنا بقى ده بالنسبه للكوكاكولا، انا كل شويه عمال الاقي حاجات. ابص هنا كده بيبسي كولا، هل دي هي نفسها مثلا الكوكاكولا؟ مش عارف الصراحه، بس مثلا اهو كوكاكولا الواحده الكبيره دي اللي هي 2 لتر ب 3 دولار 50، اللي هو تعتبر يعني يعني كويس مش غالي قوي. هنا بقى مفيش في استراليا شيبسي، مفيش الماركه بتاعت شيبسي، بس هنا في يعني كنت بشوف بتشوف حتت معينه الليز، بس اللي انا عرفته بعد كده ان غالبا يعني ولو اني مش متاكد ان الماركه بتاعت سميث دي هي نفسها ليز يعني، بس مثلا مغيرين مثلا اللوب او حاجه، بس مش متاكد الصراحه يعني. بس الاسعار كويسه، هتلاقي مثلا برينجلز لو انت من الطبقه اللي مش كادحه برينجلز مثلا، بس هنا هو هاف برايس بدولارين 50. هتلاقي نكهات كتيره جدا، نفس الفكره 3.50 مثلا الشيبسي تشيز وانيون ب 3.50 عليه برضو خصم. والحاجات اللي بتاعت البيبسي والحاجات دي بيعملوا عليها اوقات عروض، فهتلاقي مثلا باكج كبيره كده مثلا 33 دولار. نفس الكلام كل حاجه هنا، يا اما تشتريها لوحدها يا اما تشتريها كبوكس. ده بوكس مثلا فيه 10 كان 10 علب بعلى 40% اوف، بدل ما كان ب 14 بقى ب 8. هنا الباستا والسبايسز والكاند فيش والكاند فيجيتابلز. ماشي ده المكرونات سريعا كده اهو، زي مثلا باكيت المكرونه 500 جرام ده يعتبر اغلى واحد اللي هو ماكرو دوت بدولار 56. وانت داخل دايما خش دور على اللوجوهات اللي عليها اسعار سبيشال اللي هو العود، الحاجات دي هتوفر عليك وقت. هنا مثلا اهو المكرونه السباكيتي، مكرونه سباكيتي بدولار وبرده رخيصه عشان عليها اللوجو بتاع وولورث. الصوص بتاع المكرونه اللي هو الصوص اللي هو الطماطم بدولارين 50. يعني سبحان الله الصوص بتاع بتاع المكرونه اغلى ضعف من المكرونه نفسها. هتلاقي برضو اسعار يعني صوصات تانية، بس بقى اللي هي الحاجات اللي هي مثلا طماطم دي مثلا كانت طماطم ساده بدولارين 50. هنا بقى عشان مش عارف كريمي تومر عليها مش عارف حبه موتزاريلا، هنا مثلا عليها مش عارف سبانخ، فهتلاقي الاسعار زادت بقت مثلا باربعه. جبنه البارميزان 9 دولار كل حاجه. هتلاقي برضو اللوجو فوق اهو بيقول لك دي مثلا ركن بتاع الباستا صوص، فانت خلاص كده عرفت ان انت هنا ده الباستا صوص بتاعتك. بالنسبه بقى للرز هتلاقي هنا برضو رز انواعه كتيره جدا. في مثلا الرز البسمتي، الرز البسمتي بتاعنا 6 دولار 50. الرز الابيض هتلاقي مثلا ب 4 دولار. هتلاقي رز بسمتي رز ابيض وفي رز بني بتاع الدايت، بس انا مش شايف اهو الرز البني بتاع الدايت، بس عشان كيلو كامل او اكتر كمان. ده اكتر من كيلو، ده اكتر من كيلو، ده كام ده؟ 5 كيلو. 5 كيلو ب 18 ب 19 دولار. وبالنسبه للرز هم بيعملوا لك رز انت تشتريه وتعمله بنفسك، او رز في علب كده انت ممكن تجيبه مثلا جاهز وتحطه بس في الميكروويف وتطبخه، يبقى يعني رز ابيض، رز بالليمون، رز مش عارف ايه، وبرده ب 4 دولار. ده بالنسبة للرز. بالنسبة للحاجات المعلبة كده مثلا وليكن التونة، فمثلا التونة وليكن العلبة الواحدة مثلا اي ثلاثة علب تونة ب4 دولار 50. الواحدة مثلا هنا اهو بدولارين 50 علبة التونة. وهتلاقي انواع كتير قوي، مثلا الافرج هتلاقي مثلا العلبة ب2 دولار ولا حاجة. هنا هم عاملين زي ركنة كده للحاجات اللي هي الخضار المجمد، لو انت بقى هتجيب خضار مجمد وتعمله مثلا بروكلي وكل الفلاور دوت عاملينه مثلا ب 4 دولار 50، ممر كبير جدا. ده اللي هي الحاجات بتاعه المناديل والشامبوهات والحاجات دي، فممكن تبقى مفيده برضو يعني الحاجات دي برضو هنا رخيصه مش غاليه.
حاجه برضو خدت بالي منها، لو انتوا هتجيبوا اي حاجه خاصه بقى بالعنايه بقى بالبشره بالجسم بالشعر بالحاجات دي كلها، بلاش تجيبوها من المحلات اللي هي زي كولز وولورز والمحلات اللي هي الماركتات الكبيره. في محل هنا مشهور جدا كده زي صيدليه كبيره بس هي براند في استراليا كلها، هنا ما عندهمش مثلا العزبي وكذا براند تاني، هنا عندهم ماركه واحده كده اسمها كيمست وير هاوس. كيمست وير هاوس ده زي ماركت كده برضو زي اللي انا فيه دوت، بس مخصص بالحاجات بقى بتاعت اللي هو الشعر والجسم وكل حاجه. فلو انتوا هتجيبوا حاجه من الحاجات اللي هي خاصه بال، لو انتوا هتجيبوا حاجه خاصه بالشعر بالجسم بالبشره اي حاجه، هاتوها من كيمست وير هاوس، بلاش تجيبوها من الحاجات دي، هتلاقوا هناك ارخص كتير. بس بما اننا هنا يعني خلينا اوريكم الحاجات اللي موجوده هنا. مثلا الشامبوهات مثلا هنا دوف والحاجات دي كلها ده مثلا كله عليه دلوقتي هاف برايس، مثلا كان بسبعة، وكان بسبعة الصراحة أنا أول مرة أشوف الأسعار دي، بثلاثة مثلا الشامبوهات بأربعة. فكل الشامبوهات والحاجات اللي هي البادي لوشن والحاجات دي، دي الأسعار بتاعتها. هيد اند شولدرز مثلا من 12 لـ10، أهو هيد اند شولدرز برضو 7 على حسب بقى الماركة. فالشامبوهات تعتبر رخيصه مش غاليه الصراحه يعني، بس برضو ما تجيبوهاش من هنا، هاتوها من الكيمست وير هاوس، بلاش تجيبوها من هنا. نفس الموضوع المعجون بتاع السنان 15 كولجيت، في حاجات عليها مثلا بستة، الفرش كل الحاجات دي مع الوقت هتعرفوا هنا ايه الماركات اللي انتوا مثلا تجيبوها تعتبر رخيصه. مثلا ايه كولجيت سنسيتيف ب36، اللي هي مزيلة العرق الديودرنت مثلا برضو نفس الفكرة، دول كانوا ب7 انا فاكر، دلوقتي بقوا ب4 وحاجة، كانوا ب8 كمان ما شاء الله، غليوا يعني، غليوا ورجعوا رخصوا تاني. طول ما انت ماشي هتلاقي في المداخل بتاعة الممرات كده اليافطة اللي ورايا اللي هي الصفرة اللي هنا دي اللي مكتوب عليها هاف برايس. فكل مدخل او في كل هنا حاجة بيسموها ايل، عشان لما انت تسأل مثلا لو سمحت الفراخ فين او الفاكهة فين، هقول لك مثلا وليكن ايل 3، فدي معناها الممر رقم 3. انا اهو في اخر ممر هنا رقم 10، اخر ممر هنا رقم 11 اهو، هم 11 ممر. فانت لازم تبقى وانت بتسال لما يقول لك مثلا ايل 3 اعرف ان هو ممر 3، او ما تروح على الممر هتلاقي الكلام مكتوب هتعرف ان مثلا الحاجه دي موجوده هنا ولا لا. وانت داخل في كل ممر هتلاقي في حاجات كده اللي هو السبيشال والعروض، بص عليها ممكن تلاقي حاجات ارخص من الحاجات التانية فممكن تجيبها يعني. كل شويه بتلاقي الحاجات اللي هم عليها عرض بيحطوها هناك. اخر ممر اللي هو ممر 11 هتلاقي هو كاتب لك هوم ميلز اللي هي الوجبات، اجز الفراخ، البيض، الجبنه، اليوغرت اللي هو الزبادي. ف ده الحاجات بقى، القهوه المثلجه 83، العصاير نفس الفكره 550، نفس الفكره 8، البيض انا عايش هنا اصلا عليه طاري عشان الدايت. مثلا خلينا نقول دول مثلا هنا في البيض اللي هو 600 جرام و700 جرام اهو، مثلا دي بكام؟ ب 98، 98 اهو. انا مش فاكر، مش لاقي الصراحه اللي انا كنت بجيبها يعني. وهنا بقى هم عاملين حاجه انا الصراحه يعني ما انا مثلا يعني اول مره اشوفها يعني، هم هنا عاملين في شركات عامله المنتجات مقسمينها، انت ممكن تجيب البيضه كلها او ممكن ان انت تجيب الصفار بس لو انت عاوز يعني، او تجيب البياض بس لو انت بتعمل بقى دايت ومش عايز اي دهون يعني. فمثلا اهو ده كده البياض بتاع البيض بس، بياض بيض بس كده، وده كده الصفار بتاع البيض بس يعني. فانت ممكن تجيب البيضه كامله او ممكن تجيب الصفار بس او البياض بس انت ودماغك يعني، حسب انت عاوز ايه او الدايت بتاعك بقى انت عامل فيه ايه يعني. بس هي دي الفكره، انا بدور على ارخص حاجه اللي انا بجيبها بس مش لاقيها الصراحه. فين ارخص كرتون بيض؟ غالبا ده دي تقريبا مش عارف، بس غالبا يعني ارخص حاجه هي مثلا تتكلم في 6 أو 7 دولار، ممكن مثلا كرتونه البيض دي ب6 أو 7 دولار فيها 12 بيضه. بالنسبه للزبادي لو الناس يعني، وانا الناس كانت مستنيه الزبادي، فالزبادي مثلا بنتكلم برضو 5 دولار العلبة الكبيرة ديت. مثلا الاكل والشرب هنا يا جماعة ما تلحملوش همه خالص والله، لو انت بتشتغل اي شغلانة وجاي معاك عيلة واطفال وزوجة اي شغلانة هنا هتعرف تجيب اكل وشرب عادي جدا، ما تقلقش من الاكل والشرب، هتدفع فيهم مبالغ تعتبر اي كلام مقارنة بحاجة زي الايجار مثلا. فالاكل والشرب هنا تقدر تجيبهم باي دخل، فما تقلقيش خالص او ما تقلقوش خالص.
من الاكل والشرب عشان الناس اللي بتبعت تسالني على الاسئله. كل الحاجات هنا تعرفوا تجيبوها، اللحوم والفاكهه والخضار والعيش والرز وكل حاجه هتعرفوا تجيبوها، فما تقلقوش. الايس كريم يعني انتوا خلاص نفسكم تعرفوا اسعار الايس كريم، فهتلاقي برضو نفس الفكره. بنتكلم مثلا هاجن داس اللي هو الحاجات الاوروبيه، بنتكلم مثلا 10 دولار، 8 دولار، 13 العلبه دي كلها نفس الفكره برضو. لو انتوا عايزين 10 دولار، 10 دولار، ده كل الايس كريمات اللي موجوده، كل النكهات اللي انتوا ممكن تتخيلوها هتلاقوها هنا. فانيليا، اوريو، الافرج مثلا 8 مثلا 13 دولار، كل حاجة انت ممكن تتخيلها هتلاقيها هنا. هناك اللي انا وردولكو ده كان اللي هو الاوت ميلك اللي هو اللبن الشوفان والحاجات دي، هم هنا عاملين ركن بقى للألبان اللي هي بتاعت البقر يعني. هتلاقي مثلا اهو 1.60 ده وليكن كيلو سكيم يعني اللي هو اللبن العادي، لايت ده اللي هو الخفيف 1.60، وفي برضو احجام اللي هي الاكبر شوية بقى، اكبر حجم مثلا هتلاقيه اهو مثلا ب$8.90، ده قد ايه؟ ده 3 لتر، انما اللي فوق ده مثلا كان 1 لتر. نفس الموضوع، وطبعا ماركات كتيرة جدا هتلاقي برضو هنا هو نفس الفكرة، 3 لتر ب$9.90. بس هي دي فكرة الممرات اللي موجودة هنا، كل ممر في حاجة. بس كده دي كانت الأسعار لكل حاجة هنا، الأكل والشرب واللحوم والعصائر وكل حاجة تانية. متهيألي إن أنا ما فوتش حاجة يعني. الأسعار زادت بعد الكورونا وموضوع الدولار وكل حاجة، متهيألي زادت في العالم كله، أكيد زادت في مصر، بس الزيادة مش عالية قوي يعني، يعني ما حسينا يعني زادت وحسينا بيها بس مش قوي. المرتبات ما زادتش خالص صراحة يعني، ما حدش عبرنا إن هو الزيادة دي حصلت فإحنا نحاول نزودكم كمان ولا الهوا. فالأسعار زادت بس يعني الحياة ماشية. العروض اللي عملوها النهاردة أنا أول مرة أخد بالي منها الصراحة يعني، ما كناش بيعملوا الموضوع ده الفترة اللي فاتت، فدي حاجات جديدة غالبا معمولة بقالها مثلا كام أسبوع. بس دي كده كانت كل حاجة عن الأسعار هنا، أتمنى يكون الفيديو عجبكم ووريتكم الدنيا هنا عاملة إزاي. ما تلاقوش بجد والله على موضوع الأكل والشرب، أي شغلان هنا هتقدر إن أنت تعرف تصرف على زوجتك وعلى أولادك، فالأكل والشرب هنا مش من الحاجات اللي أنت هتقلق عنها يعني. بس لو عندكم أي أفكار تانية أو أي حاجة تانية عايزين تشوفوها على استراليا سيبوها تحت في الكومنتس. أشوفكم الفيديو الجاي، يكون الفيديو عجبكم شير اللايك وشير سبسكرايب، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.